اهلا بحضراتكم من جديد. وزارة الصحة امبارح اصدرت مجموعة من النصائح والارشادات للامهات بخصوص إصابة الأطفال لا قدر الله بمرض السرطان، وقالت إن في مجموعة من علامات التحذيرية لو ظهرت يبقى لازم تتوجهي بيها أو بالطفل فورا للطبيب، لأنه العلامات دي بتشير إن لا قدر الله في احتمالية إصابة الأطفال. إحنا النهارده يعني مش جايين نخوف حضراتكم أو نبتدي يومنا كده يوم الجمعة بحاجة يمكن نتشائم منها، لكن بيقولوا دايما إيه، الوقاية خير من العلاج. إحنا النهارده بنحمي نفسنا وبنحمي أولادنا عشان ما نرجعش نقول بعد كده يا ريت اللي جرى مكان. ومرض زي مرض السرطان يمكن اللي عارف ده عارف انه من الحاجات اللي لازم تلحقوها، لازم تروحوا بدري شويه. كل ما رحنا بدري، كل ما اتاكدنا بدري، كل ما الموضوع اتلحق، وكل ما نسبه الشفاء وصلت لمعدلات من 90 لـ95%. لا، وبعدين عايز اقول لك حاجه، ان قصه الاورام لما بتيجي عند حد كبير قد ايه بتبقى مؤلمه. تخيلي بقى ده لو طفل، طبعا الالم بيبقى أكيد. اضعاف الاضعاف. وزاره الصحه لما اتكلمت عن هذا الامر هي بتدق ناقوس الخطر، هي بتحذر، هي بتقول يا جماعه في بعض العلامات لازم تاخدوا بالكم منها. اول حاجه ان الطفل بيفقد الوزن بشكل غير مبرر، الطفل على طول بيخس واحنا مش فاهمين فيه ايه، او ان الطفل بيشتكي من الام كبيره جدا في المفاصل والعظام، دي مؤشر كبير لإصابته بالأورام، أو إن الطفل بيسخن بيصاب كتير بالحمى، كل دي علامات اوعى تفوتها، كل دي مؤشرات خطرة جدا، يجب على كل أب وعلى كل أم إن هم ياخدوا بالهم منها كويس وإن هم يتوجهوا فورا لأقرب مستشفى لإجراء التحاليل. إيه هي علامات الأورام لدى الأطفال؟ سرطان الأطفال شيء صعب جدا، لازم نقي أطفالنا منه. الدكتور محمد عيد استشاري طب أورام الأطفال معنا النهارده في استوديو صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. يعني ايه الاعراض او ايه الحاجه اللي انا لو شفتها اقول انه ده حاجه مش طبيعيه، انا لازم اخد الطفل ده للدكتور فورا، بدون برضو ما نبقى هنا بنخوف الناس. في بعض الناس عندها حته ايه، انه اول ما تحس باي قلق من ناحيه حاجه اي حاجه تجري على الدكتور، وفي ناس العكس تماما ممكن تقعد على الموضوع عادي، يعني دي نزله برد، دي نزله عادي خالص، ما فيش حاجه تقلقها. ايه الفيصل؟ يعني امتى احس انه لا هنا في مشكله انا لازم ازور دكتور ودكتور اورام بالتحديد؟ والله هو يعني بس الحاجة المهمة اللي حضرتك بدأت بيها في الأول، اللي هو يعني الاكتشاف المبكر. دي حاجة بتفرق معنا جدا 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 في العلاج في كل أنواع الأورام، سواء أمر يعني على اختلاف أنواعها، سواء أمراض دم، سواء أمراض صلبة، أو سواء أمراض يعني في المخ أو كده. والاكتشاف المبكر فيها ده ممكن يعلي معدل الشفاء يعني بدرجات. الناس ما يعني ما بتبقاش يعني متخيله الوضع، بالعكس والله في حالات معدل الشفاء بيعدي 90% و80%. فالاكتشاف المبكر ده او ان احنا نلقط الحاجه بدري يختصر المسافات جدا جدا وبيحسن معدل الشفاء جدا. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه برضو هي الحكمه في الامور. يعني ايه الحكمه في الامور؟ ولا ابقى مرعوب قوي ولا تجاهل شكوى معينه. وكل حاجه في الطب في حاجه اسمها العلامات الخطيره او زي ما احنا ريد فلاجز، اللي هي بتبقى زي علامات معينه زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، ان هي سخونه بالظبط كده. بس هي سخونه برضو لما نقول سخونه بتبقى لها مواصفات معينه، حمى متكرره بالظبط كده، مش بتتحسن على العلاج كشفت مره، لان برضو في ثقافه ان احنا ممكن نكشف مره واثنين وثلاثه بدون ما ناخد قرار يعني يساوي او قرار مظبوط. فقدان في الوزن برضو، في بعض الامهات بتيجي تقول ان الولد بينزل في الوزن، طب اتوزن قبل كده او البيز لاين بتاعه قد ايه او كده، بتلاقي الارقام لا مش متطابقه مع الشكوى. والكلام ده على الكبار برضو. وعلى الكبار طبعا. في اعراض تانية بتبقى مقلقه جدا في الاورام المخ مثلا، يعني على سبيل المثال مثلا ممكن الصداع، معظم الناس عندها صداع، بس في صداع بمواصفات معينه، لا صداع يصحي من النوم، صداع يزيد لما ينام. في مثلا حاجات زي الالام، يعني مثلا الم الظهر في الاطفال ده من الحاجات اللي تقلق شويه، ما ينفعش يتخذ باستخفاف نهائي. الم الظهر، الم الظهر في الاطفال غير الكبار مثلا، يعني الكبار معظم الناس يعني عنده مش عارف ايه فقرات مش عارف ايه، لا في الصغيرين لا، الم الظهر ده لازم يتخذ بجديه جامده جدا. بيمثل ايه؟ بيمثل لا ممكن تكون لا قدر الله زياده في ضغط المخ، وممكن تكون في لا قدر الله ورم في العصب الشوكي اللي في الظهر، الحاجات اللي هي ايه دي لا قدر الله ممكن تكون عامله، بس يعني ما ينفعش تتخذ باستخفاف. وفي بعض الحاجات بتبقى زي بنسميها يعني مؤشرات يعني خطوره شويه، زي النظر مثلا،
يعني النظر مثلا من الحاجات يعني العين دي بنسميها احنا ويندو او شباك لاي حاجه ممكن تبان، لو زياده في ضغط قاع العين لا قدر الله، او لا قدر الله في ازدواجيه في الرؤيه، يعني ولد بيشتكي مثلا انا بدات اشوف الحاجه اتنين، الحاجات دي في منتهى الخطوره. زي ما قلنا برضو لو في نقص في الوزن معدل، لو الولد مثلا بيجي مثلا الالم في العظام مثلا، ولا الطفل مثلا بيلعب او حاجه، لا انا الحته دي بتوجعني او رجلي بتوجعني او ايدي بتوجعني او كده اتخبطت فيها يا بابا، يعني مش عارف، الاهل من كتر ما هم مش مقتنعين يقولوا هو غالبا اتخبط بس ما اخدش باله، دي مجرد بس ما بروح للدكتور المتخصص في المجال سواء بقى العظام او سواء الاطفال، حتى في السكريننج العادي اللي هو مجرد الفحص المبدئي في الاطفال، وده مهم جدا عشان برضو حضرتك عارفين يعني السوشيال ميديا والحاجات دي برضو ايه يعني حاجات بقى الواتساب والحاجات دي، فلازم طبعا التقييم الاكلينيكي للطفل سواء من الجهه المتخصصه من الطبيب المختص في المجال او من دكتور اطفال موجود، دي حاجه مهمه جدا. ليه؟ لان ممكن بفحص بسيط جدا يعني السخونه المتكرره دي، لو انا عملت مثلا صوره دم كامله بسيطه جدا ده ممكن تبان الامور. لو لا قدر مثلا في وجع بسيط ومش خبط او حاجه، بعمل اكس راي عاديه خالص حاجه كده يعني مش مكلفه خالص. برضه بالنسبه للكبار والكبار لو عمل السي بي سي او صوره الدم ممكن طبعا تبقى ممكن تبقى مفتاح لحاجات كتيره جدا، ولو اتلقطت بدري زي ما قلنا دي بتبقى حاجه مؤشر يعني 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 كويس جدا، لانها بتتلحق في الاول فبتبقى علاجها اقل يعني مش لازم قصه ان هو يروح يعمل كشف كامل للاورام، ده غالي جدا. دي الحاجات البسيطه دي ممكن تبقى حاجات بسيطه تبين، وفي بعض الناس بيفضل انها بتبقى ليها زي فحص دوري، وخصوصا لان طبعا في يعني ما حدش يقدر يفصل السرطان عن او الكانسر يعني عن الجزء الوراثي. ففي بعض العائلات مثلا بتبقى هي عارفه ان في مثلا مشكله عندها من ناحيه الاورام او كده، دول محتاجين سيريال او يعني محتاجين تتابع دوري او كشف دوري كل فتره علشان والله يا دكتور ما بقاش دلوقتي، يعني بقى ناس بقى جينيا ما عندهمش اي مشكله او وراثيا ما عندهمش اي مشكله، وتلاقي ما هو احنا هنقول ان في نوع يعني في حاجتين، في جزء وراثي ده لا نستطيع ان نغفله خالص يعني، وفي جزء بقى من العوامل البيئيه من سوء التغذيه من الـ الحاجات طبعا العادات السيئه في التغذيه، كل الحاجات دي من الحاجات اللي ممكن طبعا تؤدي الى هو ربنا سبحانه وتعالى، انه في ناس بتتولد بيه يعني في اطفال بتتولد بيه. بصي هو السن طبعا مهم، بس في يعني في كلام يعني مثلا لما اقول ان الطفل بيتولد بيه، في بعض الحالات لما بيكون سن الطفل صغير جدا ويتولد بيه ده ممكن تبقى حاجات، انا عايز اقول حاجه ان هو تصنيفه كانسر بس ده يميل انه يبقى حميد مثلا. وفي امراض يعني في مرض منتشر جدا في الاطفال مثلا اللي هو يعني حاجه يعني اللي هو الورم بيطلع من الغده الجار كظري او من الغده الكظري اللي فوق الكلى، ده لو الطفل اتولد بيه في سن صغير ده من الحاجات اللي يعني السن نفسه الصغير ده حاجه كويسه جدا، وممكن معدل الشفاء فيها يوصل لحاجه 90% مع انه مولود بيه، يعني مولود مثلا عنده 3 4 شهور 5 شهور اقل من سنه، لو موجود مثلا بعد 5 سنين ده ممكن يقلل معدل الشفاء، فده بيبقى عكس المنطق شويه او عكس في حاجات تانية بتبقى يعني معدل الشفاء بتتشال مثلا جراحه ومعدل الشفاء عدى 90%، فمش معنى ان هو كانسر ان هو، وعشان كده بقول الحكمه في الامور بس. مش قلت لي عدد غذائيه خاطئه، عدد غذائيه كتير يعني كتير جدا بقى، المفروض طبعا الصح ان احنا اللحوم يعني المصنعه بالظبط كده، اللحوم المصنعه اللي هي اللانشون البسطرمه بالظبط كده، والسكريات والحاجات الفاست فودز بقى والحاجات المقليه طبعا، في الحاجات طبعا دي الحاجات اللي فيها الدهون الغير مشبعه دي طبعا كلها من الحاجات العادات السيئه، ودايما احنا بنشجع الثقافه بتاعت احنا حتى يعني دايما كده بنمشي متوازي مع بعضيه، وانس ان انا شخصت عيان يعني خط موازي لا يقل اهميه عنه عادات الغذائيه التغذيه. فالتغذيه بتنفع كوقايه وبتنفع في وقت العلاج نفسه، ان انا لو انا قبل يعني الفواكه الخضروات الطبيعيه الحاجات الناتشورال دي كلها او الحاجات الطبيعيه دي فيها كميه فيتامينز وكميه معادن وكميه مضادات اكسده، دي بتحمي اصلا من السرطان. الحاجات بقى اللي هي الفاست فودز بقى والمشروبات الغازيه والحاجات دي كلها طبعا من الحاجات اللي هي بتزود الريسك طبعا. دكتور اللي عنده حاجه كده في البيت حياته بتبقى بتنهار، يعني هو نفسيا كاب وام حياتهم بتنهار من حواليهم، وبيبقوا مش عارفين يعملوا ايه وخايفين طبعا على ابنهم وكل ده، ازاي ما ينقلوش الحاله النفسيه السيئه دي للولد، واهميه الحاله النفسيه للطفل في هذه المرحله، وازاي يدعموه نفسيا، وكمان يعني هم نفسهم ازاي يقووا نفسهم، يعني دي بصي والله بما ان حضرتك مريت طبعاً بحالات طبعاً كتير طبعا هو الاطفال بالذات غير الكبار شويه، يعني الاطفال بينقسموا لشقين، في اطفال صغيره في السن جدا هو ما يقدرش يستوعب اصلا اللي هو فيه، هو مش فاهم يعني بالظبط كده، وفي اطفال بتبقى اللي هم بيسموهم اللي هم يعني ال 14 15 سنه 16 سنه. احنا هنا بنتكلم سن الاطفال من كام لكام؟ من 0 ل 18 سنه تقريبا، ده بنعتبره يعني بيعتبر لحد 12 او 18 سنه، في ناس بتقول لحد 12 ممكن لحد 18 سنه، ده بنعتبره
بيتعالجوا تبع الاطفال يعني اللي هم اليونج ادلتس يعني او اللي هم البالغين الصغار يعني. بص ال 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 السن الصغير قوي بيبقى طبعا المسؤول الاكبر على الام وعلى الاب، وزي ما بقول لحضرتك في خط موازي من التغذيه، في خط موازي من طقم العلاج النفسي والتأهيل النفسي وانه يبقى عارف مخاطر الحاجات. طبعا حياه الناس بتتغير شويه، ما حدش ينكر يعني، في ناس بتتقبل جدا جدا وبتبقى دي حاجه داعمه للطفل جدا جدا، وطبعا بيبقى الطاقم الطبي اللي موجود بيحاول ان هو يعني يدعم الامور. وفي ناس بتبقى طبعا بتقابل في الاول شويه مشاكل، بس يعني بتبقى الحته النفسيه او العامل النفسي في الموضوع مهم جدا برضه. هنرجع نقول ان احنا في خط موازي مع اطباء الاورام، وفي خط موازي من ناحيه التغذيه، وفي خط موازي من الطب النفسي. ده لازم يكون بيساعد الاهل بقى على التاهيل، بيساعدهم على التعاون مع الطوارئ، بيساعدهم على التعاون مع الامور، لان هو بيبقى عنده قناعه شخصيه ان شاء الله الامور في يوم من الايام ان شاء الله تبقى كويسه باذن الله. وحتى لو لا قدر الله في حاجه برضه ده بيبقى ليه تاهيل نفسي معين علشان خاطر يعرف يتعامل معاه. التغذيه ثم التغذيه ثم التغذيه ثم التغذيه ثم التغذيه والوقايه. ايه بقى؟ والوقايه بتغذيهم بايه؟ طفل اهم حاجه يعني الكانسر لانه بياكل ايه ويشرب ايه ويتغدى ازاي ويتعشى ازاي؟ بص هو عيان الكانسر دوت يعني اهم حاجه في التغذيه العادات الصحيه السليمه في التغذيه، زي اي طفل، ان احنا يبقى كلها خضروات، كلها فواكه، كلها حاجات طبيعيه، يبعد عن اللحوم الحمراء، عن اللحوم المصنعه، عن السكريات اللي هي المصنعه كلها، المشروبات الغازيه، الحاجات الفاست فود، الحاجات المقليه، كل الحاجات دي يفضل ان هي يعني ما تبقاش هو ده النمط بتاع حياه الاطفال. وللاسف طبعا ده احنا بنشوفه كتير جدا الفتره دي. دي مصيبه. طبعا انما التغذيه السليمه زي ما قلت لحضرتك بتنفع كوقايه، وبتنفع جدا برضو وقت العلاج نفسه، وعشان كده بيبقوا خط موازي برضو للعلاج مع الطب النفسي. فدي من الحاجات المهمه جدا. طيب ايه اكتر السرطانات شيوعا بين الاطفال؟ ده سؤال. وتاني حاجه احنا عندنا البرسبشن او الفكره بتاعت انه ما بيخفش، يعني حتى لو خف دلوقتي هيرجع تاني كمان شويه، هل ده مفهوم صحيح ولا غلط؟ خالص والله، احنا الحمد لله في مصر من فضل الله يعني في الاورام بالذات الحمد لله لنا يعني سبق في حاجات كتير الحمد لله رب العالمين، وتقريبا يعني بنفس الامور العالميه في مجال الاورام بالذات وطب الاطفال يعني من فضل الله. ثقافه ان احنا مثلا خلاص هو جاله كانسر يبقى لا قدر الله في حاجه، لا خالص، بالعكس والله في حالات كتيره جدا جدا زي ما بقول لك معدل الشفاء بعد 90%. الاورام احنا عندنا ثلاث انواع كبار اللي هم الاورام الدم والحاجات والامراض اللي هي المخ او السوليد يعني الامراض الصلبه والامراض اللي هي بتاعت ايه الامراض الصلبه؟ الامراض الصلبه دي اللي هي بتبقى يعني مش تبع امراض الدم، اللي بتطلع من الانسجه ما عدا الدم اللي هي الدم والغدد الليمفاويه. الصلبه دي اللي بتطلع من العظام، بتطلع من العضلات، بتطلع من الاعصاب الطرفيه، بتطلع من المخ، دي اسمها الامراض الصلبه. بتختلف بقى على حسب مكانها وعلى حسب الاعراض اللي ظهرت بيها على حسب كل نوع. في مثلا امراض المخ والاعصاب دي بنحاول نلقطها بدري ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك ان في صداع معين بطريقه معينه ليه نمط معين، بس وانس ان في صداع الام بتتوجه لاقرب دكتور متخصص او اللي هو مسؤول عن متابعه الحاله العامه للطفل، ده بيقول ان في لا دي حاجه عاديه خالص بتحصل مع الاطفال كذا، ممكن يعمل مقاس نظاره عادي خالص، ممكن يفحص قاعين يلاقي الدنيا تمام يعمل طمأنه للامور. وفي اعراض بتبقى مقلقه يعني لا قدر الله التشنجات، لا قدر الله بدا يحصل ضعف في اي حته في الجسم، لا قدر الله يعني او بدا يحصل اي يعني تاخر في النمو بتاعه، يعني مثلا الولد لا ولد صغير مثلا كان مثلا بيمشي، لا الولد انا ملاحظ ان هو ماشي وما بقاش زي الاول، مثلا بقى في زكه في رجله، بقى في الم في الظهر، بقى في الم في رجله، دي من الحاجات المهمه جدا. او ان يكون في ورم بقى نفسه في كلكيعه معينه في حته في جسمه لا قدر الله، دي لازم تتفحص. وخلينا برضو نتفق على حاجه، في قاعده عامه عشان برضو دي بتحصل كتير، ان اي حاجه بتطلع من الجسم لازم تتحلل. يعني انا لا قدر الله مثلا حصل ان في كلكيعه ظهرت ما وحد مثلا كشف وقال ده مثلا ده ورم حميد او كيس دهون حاجه، لا ده مش مقبول، لازم اي حاجه، دي قاعده ممهمه جدا جدا عند كل الناس، حتى لو كيس دهن، حتى لو هو ايه ما فيش ضرر خالص، انا حاجه مش انا خلاص انا عملت الجراحه وشلت الحاجه دي لازم تروح تتحلل باثولوجي، لازم دي حاجه لا نقاش فيها. حتى لو ما فيش قلق، حتى لو ما فيش قلق، اصل انا مش ما هو كل حاجه بتتقاس بالريسك يعني بالضرر والاستفاده، انا ايه الضرر بعد حاجه ما طلعت احللها واطمن ما فيش ضرر خالص. بيحصل كتير جدا مثلا ان حاجه تتشال وبعد ما تتشال لا ده كان كيس دهني وما فيش مشكله خالص، ويرجع مثلا بعد 3 4 سنين ده لو كان مثلا او بعد 6 شهور او بعد كده نكتشف ان هو الاهل مثلا ما حللوهوش او الكلام ده كله. فطبعا هو المكان اللي هو الدكاتره يعني الوعي طبعا بتاع الدكاتره وحاجات طبعا الحمد لله بقى احسن كتير في الاول من الاول، فونس ان في حاجه اتشالت دي لازم تتحلل، مهمه جدا جدا. طب جدا احنا نعرف ان الاورام ببساطه يعني شديده هي ان الانسجه بتاعت جسم الانسان تمام تلفت، والماده الخام بتاعت الجسم هي الانسجه، يعني هي
اصل كل عضو من اعضائنا، كليه، كبده، اي حاجه فيها انسجه، فالمجرد ان النسيج ده باظ بيكبر. ده اللي انا فاهمه صح ولا صحح لي لو انا غلطان؟ لا لا، يعني بص حضرتك، هو هنقول ان الوحده البنيه بتاعت الجسم كلها الخلايا. الخلايا دي هو السرطان عباره عن ايه؟ يعني السرطان ده عباره عن ان الخلايا دي حصل فيها حاجه من الاثنين، يا اما ان هي توقفت عند مرحله معينه من نموها، يا اما ان هي بدات تنمو بشكل غير طبيعي. بمعنى ابسطها برضو عشان يعني تبقى أيوة. الامور واضحه. أيوة. نفترض ان انا عندي مصنع، المصنع ده انا عندي ماده خام، الماده الخام دي بتطلع لي منتج معين. تمام. انا جيت في هذه المراحل، ما جيت وقفت الانتاج عند نص المراحل بتاعته. فهتلاقي المنتج اللي بيطلع اللي هو بيقوم بالوظيفه ده مش موجود خالص، ودي طبعا مشكله، لان ده مسؤول بقى عن حسب بقى هو فين، حسب في خلايا الدم، في خلايا العظم، في خلايا المخ، على حسب. وكل ما هو قبله هيبدا يعني يتراكم في الجسم بدون داعي. ومش بيقوم بالوظيفه، فيبدا يظهر كلمه الايه؟ الورم. يعني بمعنى لو انا عندي ماده خام لحاجه معينه، والحاجه دي جت في النص ووقفت، فانا كل ما هو قبلها بيزيد بطريقه غير طبيعيه، والمنتج اللي انا عاوزه انا مش عارف اوصل له. هو ده الكانسر عامه، ده الكانسر. يختلف بقى على حسب هو في الدم، على حسب او في النخاع، على حسب هو في الغدد الليمفاويه، على حسب هو في العظام، على حسب هو في الكلى، على حسب هو كذا. طبعا لذلك احنا بنقول ايه؟ كل ما اكتشف بدري، كل ما قدرت لو انا علاجه جراحه اشيله بدري، لو هو علاجه كيموثيرابي او كيماوي ابدا له بدري، ولو هو علاجه اشعاعي ممكن ابدا بدري، فده بيحسن جدا 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 معدل الشفاء. يعني هي بصراحه عمليه يعني صعبه جدا، واللي بيمر بيها ربنا يكون في عون كل الاباء والامهات اللي بيمروا بمرحله زي أكيد دي. اكيد طبعا، اكيد. لكن طبعاً. احنا النهارده في الحقيقه احنا مش جايين نضايقكم على الصبح، احنا جايين نديكم امل. ف حب حضرتك تكلمنا عن يمكن أمثلة من الحالات اللي شفيت تماما وكنتوا فاكرين أن يمكن تبقى صعبة. والله في حالات كتيرة جدا جدا جدا، في حالات بتيجي يعني في ممكن يعني في حالات يعني زي ما أقول لك مثلا كده أورام العظام مثلا، في حالات بتيجي بيبقى مثلا ولد شاب يعني عايز لك مثلا يعني بيمارس حياته جدا، بيلعب تنس، بيعمل كذا، بيلعب رياضة، بيلعب كذا، وبعد وساعة ما بيجوا بيبقى في انهيار تام في الأول. ليه؟ هو خلاص هو خد كونسبت ان الولد كانسر، يعني كده خلاص خالص. والله الولد بيجي بيبدا علاج كيميائي في الاول، بنساعده بالتغذيه المناسبه، بنساعده بالطاقم الطبي المتخصص في العلاج النفسي مع الاهل، كل ده بيتحسن. بعد كده بياخد جرعاته، بيبقى الجراحه بيعملها، بيخلص جرعاته، الاهل نفسهم بعد كده مبقوش مصدقين، يعني في ناس ما بتبقاش مصدقه خالص، وتلاقي الولد رجع تاني وبدا يمارس حياته الطبيعيه ويمارس رياضته ويمارس كان شيئا لم يكن. فده موجود، ده موجود. طب سريعا نسب الشفاء، فأكثر نوع من الأمراض الأورام إيه؟ وأكثرها يعني نسب الشفاء فيه أقل؟ بص حضرتك في حاجات يعني في حاجات مثلا زي أورام الدم، في أنواع بتوصل لحد 80 و85%. أورام المخ في أنواع منها برضو بتوصل بتعدي نسبة الشفاء حوالي 90% و92%. في أورام في المواد في الأمراض الصلبة زي أورام الغدة الدرقية، الغدة الكظرية، وأورام الكلى. الكلى ممكن توصل بتعدي برضو، في حاجة بتوصل لفوق 90%. في يعني في الاصعب بقى في اورام المخ طبعا، اللي هي بتيجي اللي هي مش عشان هي عشان يعني بيبقى العلاج بتاعها او طريقه علاجها انا محدود فيها او محكوم فيها. يعني القضاء مثلا زي اورام جذع المخ مثلا، في الاورام المخ، اورام جذع المخ دي علاجي اورام المخ معظمها تقريبا حوالي حاجه و90% منها ان انا اشيلها، ده بيبقى اساس العلاج في الاول، او يعني دكاتره زمايلنا جراحه مخ اعصاب بتتشال، وانس ان انا مش عارف اشيل ده بيصعب الامور شويه، فيبقى مكانها هو اللي بيحد امورها. فدي بتبقى معدل الشفاء صعب جدا في الاول. الرئه، العظم، الجلد، الحاجات دي صعبه. العظام معدل الشفاء فيها لو هي مش منتشره في الاول، وعشان كده زي ما الاستاذ بسنت قال في الاول الموضوع ان احنا نكتشف الامور بدري. لو انا بس عايز اقول لحضرتك ارقام بس ما تتخضش، لو انا جاي لي مثلا ورم في العظام ومش منتشر في الاول، مش واصل لاي حته في الجسم غير هو في العظم، واتشال كويس، ده ممكن يعدي 70-80% معدل شفاء. لو انا لا قدر الله الطفل جه منتشر في الرئه مثلا، معدل الشفاء نزل ل 20-30%. ده مجرد ليه؟ بس عشان انا اكتشفته بدري، والاهل اكتشفوه بدري وراحوا بدري، والدكتور شخص بدري وبعت للمركز المتخصص بدري وخد علاجه في الوقت المناسب. يعني يبقى الدكتور هنا قال لنا يمكن حاجتين مهمين جدا نلخص بيهم الفقره دي. اول حاجه ما نستهترش ابدا بشكوى اي طفل، حتى لو كان
حاجات بسيطه، لكن شفنا زي حراره او حمى متكرره، الطفل ابتدى يشتكي من ظهره، ده مش طبيعي، الحاجات دي مش طبيعيه، نبتدي ناخد الطفل نتجه بيه للدكتور. تاني حاجه، اي حاجه نطلعها من جسم الطفل حتى او الكبار، وبنتكلم هنا من سن 0 ل 18 سنه، حتى لو كان كيس دهني لازم نحلله، ما نستخسرش نقول لا التكلفه لا مش عارفه ايه، معلش دي حياه ولادنا، ده صحتهم. مهم جدا الاكتشاف المبكر، وزي ما الدكتور قال ان الحالات اللي بيتم اكتشافها مبكرا نسبه الشفاء فيها بتبقى اكتر من 90%. فاحنا النهارده جايين يمكن ندي امل لحضراتكم، لاي حد او اي عيله يمكن بتمر بظروف صعبه شويه، ربنا ان شاء الله ان شاء الله يسهلها. وزي ما الدكتور قال وفادنا النهارده في كلامه، انه كل ما اكتشفنا بدري وكل ما استهترناش كل ما نسبة الشفاء كانت أكبر. بزيد عليكي حاجتين مهمين، إن هو يفقد يعني كثير من الوزن أو يشتكي من الرؤية في العين، ودي برضو من أهم العلامات التحذيرية اللي إحنا لازم ناخد بالنا منها وتوجه سريعا ولا نهمل عند أي طبيب مختص عشان نشوف هذا الأمر. الشكر جزيل الشكر دكتور محمد عيد استشاري طب أورام الأطفال اللي نورنا النهاردة في استوديو صباح الخير. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لحضرتك. شاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا.